كيف حالكم يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد درس جديد خاص ب امن الشبكات، ماده امن الشبكات. هنتكلم عن حاجه جديده. احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت عن الناس الاحتياطي، انواعه ايه، يعني ايه نسخ احتياطي، يعني ايه باك اب، ويعني ايه ستور وطرق الحمايه والحاجات دي كلها. طيب الدرس بتاع النهارده يعني خاص بالحمايه، بس الحمايه مع التحكم. مهمة أوي في حوار حاجة اسمها الحماية مع التحكم. يعني إيه؟ هو الدرس اسمه قوائم التحكم أو طرق التحكم في الوصول، أو بالإنجليزي الأمر اسمه أكسس ليست. طبعا الدرس بتاع النهاردة هو عملي، يعني بيتنفذ عملي، بس خلينا العملي ده بعدين هنشرحها نظريا. بس لازم تفهم إن دي أوامر، يعني إن هنشرحها النهاردة أمر بيتعمل خلاص في الراوتر. إيه ده؟ آه، في الراوترات، في الموجهات اللي انا هشرحه ده بيتعمل في الراوترات. الراوتر او الموجه الخاص اللي بيربط شبكات وان بشبكات وان، يعني شبكات الوان، شبكات الانترنت فيها راوتر. قلنا الراوتر وظيفته ايه لما اللي حاضر معايا الرباع اللي فاتت، او حضرت انت اللي فاتت. النهارده هنعمل حاجه في التحكم في الراوتر اسمها اكسس ليست، حاجه اسمها قائمه التحكم اكسس ليست. ايه اكسس ليست؟ ركزوا معايا. بصوا يا شباب، اكسس ليست ده امر بيتعمل في الراوتر، تمام؟ طبعا عشان تفهموا اكتر اجيب لكم رسمه ستاندرد. اكسس ليست طيب هغنيها بقى، بس بدل ستاندرد اكستندد، سوري ستاندرد. الاكستندد التانية دي، ادي الاكستندد، عايزين ستاندرد، دي ستاندرد، دي الاكستندد. تمام، عايزين نشوف واحدة أفضل. ستاندرد دي برضه ماشي. نشرح الأول. بص يا شباب، ايه الاكسس ليست؟ الاكسس ليست ده امر بيتنفذ، اسمه كده، اسمه اكسس ليست، وبيتنفذ بالكلمه دي جوه الراوترات، جوه الراوتر. بمعنى انا دلوقتي عايز ادي رسمه عندي، مثلا خلاص عندي شبكه، يعني هعملها في افتحها دي عشان نشرح بعيد عنها. انا عندي شبكات زي ما خدتوا انتوا، في ناس لسه ما خدتش الباكت تريسر ده، بس في ناس اخدوه اللي هو الرابع السادس، بس هنشرحها بناء عليه. انا عندي دي شبكه ودي شبكه، والشبكة دي خلاص مرتبطة براوتر، ده راوتر، والشبكة دي مرتبطة براوتر. الراوتر ده والراوتر ده بيبقى ما بين مدن، يعني خدوا لكم الرسمة دي، دي مدينة ودي مدينة، دي مكان وده مكان. الراوتر ده بقى بخش بعمل حاجة فيه اسمه configuration، إعدادات. الإعدادات دي من ضمنها إعداد اسمه access list، أمر كده اسمه access list. الأمر ده الأوامر دي بتعمل حماية للبيانات. يعني الاكسس ليست ده امر بيعمل امن. هشرح الاول وبعدين هقول الاوامر، يعني لو في وقت النهارده هشرح، لو مفيش هخلي حوار الاوامر ده بكره. بس النهارده هشرح يعني ايه اكسس ليست ويعني ايه انواعه عشان تفهموا اكتر، خليها بعد. تمام، بصوا يا شباب، الاكسس ليست ده انا بخش مثلا جوه الراوتر ده، هقول لكم كمثال.
هقول لكم كده كتفسير. خلاص هقول لكم الاول هيك في الحياه كده مثال ليها في الحياه وعمله. الاكسس ليست ده حاجه كده زي ما تقول كده، مثلا انا جيت فجاه كده الراوتر ده هو البوابه، يعني بيسموه جيت واي، يعني حتى عاده في اللفظ بتاعنا اسمها اللي حاضر معايا في الربع السادس اللي حضره جيت واي، الربع الخامس لسه ما خدوش حاجه بس اسمه جيت واي. جيت واي يعني بوابه، بيسموه بوابه. ايه البوابه؟ البوابه اللي بتخليك تفتح الشبكه الداخليه دي، شبكه داخليه اللي هي بتاعت اللي عندك في البيت او كده على الانترنت. يعني الانترنت عندك حتى بتلاقي في جهاز عندك كده اسمه راوتر، الراوتر ده هو اللي بيفتح لك انترنت على الشبكه الخارجيه، فبيسموه جيت واي بوابه. فهو لو قلناه كده بمثال في الحياه ان هو فعلا البوابه، الباب اللي بيفتح لك كل حاجه. انت متخيل مثلا كمثال الاكسس ليست اقول لك ايه في الحياه، يعني حاجه كده في الحياه. تخيل انت عندك مثلا باب، خلاص الباب ده بتاع اوضه، الاوضه دي قاعه مثلا، قاعه القاعه دي انت عامل فيها طلب كده، اي طلب كده بتقول فيه واقف عليه واحد كده، واحد بتاع امن كده على البوابه، بتديله كده لسته، ليست يعني قايمه، قايمه بتديله قايمه كده حلوه، بتقول له بص خد القايمه دي، خلاص اي حد هيجي لك عشان يدخل البوابه دي، عشان يدخل الاوضه دي، خلاص عشان يدخل الاوضه اللي انت واقف عليها دي، خلاص لازم يكون اسمه مكتوب في القايمه. لو اسم واحد مش مكتوب في القايمه، لو في واحد اسمه مش مكتوب في القايمه امنعه، قول له لا ما تخش، انا مش هدخلك. تمام؟ لكن لو اسمه مش مكتوب، اسمه مكتوب، دخله، خليه يدخل الاوضه. خلاص الاكسس ليست او قائمه التحكم زي الفكره اللي انا قلتها دي، انت بتعمل قائمه كده على البوابه دي، خلاص بتحط فيها مين مسموح له انه يخش ومين مسموح لهش انه يخشش. انت بتقول مين مسموح له يخش وين مسموح لهش انه يخش. لو كاتب اسمي يعني او عامل مسموح لحد يبقى خلاص، لو مش عامل فبناء عليه الاكسس ليست لازم نعرفه دلوقتي بس ان الاكسس ليست ده قائمه التحكم دي امر بيتنفذ جوه الراوترات بس، الراوتر خلاص بتقول فيه، بتحط فيه الامر ده، بتقول له فيه مين اللي مسموح له في الاجهزه اللي هنا، بتخليها بقى باللفظ بتاع، خلينا بقى في الشبكه، مين اللي مسموح له في الاجهزه اللي هنا انه يعدي ويروح يتصل بالشبكه الثانيه. انا هقول له مثلا هنا احط لسته كده، اقول له فلان وعلان وترتان دول هيخشوا كذا وكذا وكذا، هيخشوا فلان ده لا ما تدخلوش. يعني ايه؟ تلاقي واحد جهاز عندك من الاجهزه، خلاص هنا اهو، يعني جهاز هنا 5 6 7 اي جهاز بيقدر مثلا يروح يدخل يتصل بشبكه تانية في مكان تاني، يعني بيقدر يخش يعدي. في اجهزه تانية لا مش مسموح لها، اول ما تروح للراوتر الراوتر يقول لها لا مفيش اتصال. ايه ده؟ هو ده الاكسس ليست، هو ده معنى كلمه اكسس ليست او قوائم التحكم، ده التفسير بتاعها عشان تعرفها. قوائم التحكم دي اوامر، مجموعه اوامر او مواد، قوائم، ليست خلاص بتحطها كده في الراوتر، خلاص بتقول له مين مسموح له في الشبكه بتاعت الشبكه اللي مربوط بيها هنا يعدي ويتصل بالتاني، ومين مش مسموح له. بناء على القائمه دي انت كده بتسمح لواحد وما بتسمحش لحد، في حد بيسمح له وفي ما بيسمحلوش. خلاص طيب هل الموضوع كده وخلاص؟ يعني هل انا مثلا انا زي ما قلت كده اعمل كده وخلاص؟ لا، الموضوع فيه انواع. ايه ده؟ الموضوع فيه انواع وفيه طرق، في طريقتين او ثلاثه بس بشكل كبير، هما اتنين، الثالثه دي مش طريقه مش نوع. الموضوع فيه نوعين ازاي؟ ركزوا معايا. بصوا يا شباب نبدا الاول بالنوع الاولاني. في نوع اسمه ستاندرد او النوع القائم التحكم الطبيعي العادي التقليدي. ستاندرد يعني معياري او تقليدي او عادي او سميها زي ما تسميها. طب بيتعمل ازاي ده؟ حضرتك بتدخل جوه الراوتر ده وبتفتح، طبعا اللي حاضر معايا باكت تريسر هيفهم، يعني اللي ما حضرش معايا مش هيفهم يعني ايه اللي انا بقوله ده، بس خليها بالعقل كده اللي هو يعني ايه ادخل، اخليها بالعقل. حضرتك بتدخل بتكتب امر كده، اوريكوا شكل الاوامر اللي بتتكتب عامله ازاي. خلاص
اكسس ليست ستاندرد كونت دي شاشة هعتبرها كده بس، هبوريكوا حتى لو في فرصة تانية فيديو او كده، بس عشان الوقت بتاع ده كده. شاشة انت داخل على الراوتر، انا واحد يقول لي انا داخل على الراوتر بيبقى لي اسم ده اللي حاضر معايا، بس انا اقول ايه ده راوتر اتنين يعني مش كاتب هو ار2 ولا اني واحد فيهم مين راوتر اتنين معلش. هنعتبر بص خلينا معايا خليكم معايا، هنعتبر خلاص ان راوتر الصورة فيها الموضوع واضح شوية. الصورة دي الراجل حتى هنا ده فيديو أي صورة بس مش عايزين فيديو خلينا بدي. بص نشرح على دي، بصوا مع الصور يعني اعتبروا مثلا اهو هقول مثال يعني عشان الناس تفهم معايا، انا اعتبر ادي الصوره اهي، انا عايز الجهاز ده يعني الناس تفهم معايا، انا عايز الجهاز ده ما يقدرش يخش ويعبر ويعدي ويتصل بالشبكه اللي هنا حلو تمام، وبقيه الاجهزه بقيه الاجهزه هي اللي ايه هي اللي تتصل، او خلينا نقول الاصح الحاله الاولانيه، انا عايز الجهاز ده هو اللي ينفع يخش، معلش خلينا نقولها بالطريقه السهله الاول طريقتين، انا عايز ده اللي يدخل يخش ويتصل ويقدر يتصل، ده جهاز المدير ده جهاز الحته التقيله المدير بتاع المعهد او الشركه او البنك، يبقى ليه سماحيه ان هو يروح يتصل بالشبكه دي، انا هقولها لكم بالمعنى اللي في الحياه بقى خلاص. بقيه الاجهزه دي لا مش مسموح لها انها تعدي وتروح ايه تتصل بالاجهزه دي، انا عايز اعمل كده انا عايز اعمل كده، ايه اللي يحصل عشان تعمل كده؟ بتروح للراوتر ده وتخش عليه وتعمل له حاجه اسمها كونفيجريشن، الكونفيجريشن ده عشان تعمله لازم وانت بتعمل الاوامر اللي انا هقولها دي تكون داخل على المنفذ ده، ايه ده الراوتر ليه منفذين، منفذ اللي هو ده ومنفذ ده، ده منفذ متصل بالشبكه ده ومنفذ متصل بالراوتر التاني، انت من جوه بتخش على المنفذ ده، بخش ازاي دي خليها بعدين، بس انت بتنزل تخش على المنفذ ده مثلا خلاص، تخش على المنفذ ده واكتب فيه الامر الاتي، تكتب فيه كده مثلا واقول له مثلا اهو اكسس ليست خلاص، واقول له مثلا اهو اهو اكس اي بي اكسس ليست الامر ده ايا كان الامر، واكتب حاجه اسمها بيرمت اكسس ليست بيرمت، بيرمت دي يعني ايه مسموح، يعني انت عايز الامر تكتب اكسس ليست بيرمت خلاص بيرميت، وتكتب رقم الاي بي ده المكتوب ده رقم الاي بي بتاع الجهاز اللي انت عايز تسمح له، ده مش عايز اسمح لده بتكتب كده اكسس ليست، بتكتب اكسس ليست خلاص اكسس ليست بيرميت كلمه بيرميت خلاص ورقم الاي بي، تكتب اكسس ليست بيرميت خلاص ورقم الاي بي، بمجرد ما تكتب رقم الاي بي بتاعه وتدوس طبعا حاجه اسمها بعديها حاجه اسمها الوايت كارد مسيبك منها ديت اللي هي زي السبنت ماسك كده حاجه، تكتبها وتدوس انتر خلاص جوه الكونفيجريشن بتاع الراوتر، مجرد ما تعملها ايه اللي هيحصل؟ بيرميت دي يعني مسموح، ركزوا معايا في الحته دي مسموح، بتقول له مسموح لده وبس، انت كتبت له كده مسموح، مسموح يعني ايه؟ مجرد ما كتبت انت الامر ده
في هنا اهو في المنفذ ده كده، خلاص في المنفذ ده كده، متوقف على المنفذ ده كده، اي حد هيروح يبعت رسالة او يعمل اتصال او يبعت اي حاجة للراوتر عشان يبعتها لاي حد تاني او يعمل اتصال لحد تاني، كل الناس دي هتبعت. ايه اللي هيحصل؟ الراوتر هيفتح القائمة كده زي البواب اللي انا بقولك عليه، عنده قائمة، القائمة مكتوب فيها بريمت الرقم ده، الوحيد اللي بعت رسالة موجود فيها رقم الاي بي بتاعه، اي واحد من دول مكتوب فيه رقم الاي بي بتاعه، هو اللي مسموح له بياناته تعدي او تجي له كده يعني، تعدي تروح. اي حد من دول هيجي يبعت او يعمل اي حاجه، يعني عايز يتصل بقى يعني يعمل، هيجي يبعت اي حاجه او يعمل اي حاجه، الراوتر هيقول له لا، المنفذ ده، المنفذ ده انا عامل الامر على المنفذ ده، واحد يقول لي على الراوتر يعني المنفذ ده، يقول له لا مش مسموح لك، احنا اسفين، احنا اسفين مش مسموح لك انك تعدي. ليه؟ عشان انا عملت بريمت بس، سماح لده بس، عايز اعمل لواحد تاني روح كاتب الامر تاني، ايه ده، اكتب تاني، اكتب بريمت فلان اهو 17 بس، انا كده سمحت الاثنين، بريمت علاني، بريمت لكذا، عايز تسمح تعمل كده. واحد يقول لي طيب انا كده عملت سماح، السماح ده تمام كده يعني معناه ان انا انت كده خلاص، الباقيين كلهم مش مسموح لهم، ده اللي انت كتبتهم مسموحتين، الباقيين بيتعمل لهم حاجه اسمها ديناي او غير مسموح تلقائيا يعني، الا لو حضرتك عايز العكس. واحد يقول لي يعني ايه العكس؟ انا عايز الجهاز ده بس اللي مسمحلوش، انت عايز جهاز او جهازين اللي مش مسموح له، واحد عنده 1000 جهاز هيقعد يعمل 1000 جهاز برميت برميت برميت، وهو عايز العكس. يعني ايه عايز العكس؟ انا عايز جهاز او اتنين، جهاز او اتنين هما اللي ايه، هما اللي مش مسموح له والباقيين مسموح له ان هم يعدوا. اعمل ايه؟ بتدخل على الراوتر وتقف على نفس المنفذ جوه في الكونفيجريشن في الاعدادات بتاعته، تكتب نفس الامر وانت جوه الكونفيجريشن، بس تكتب بدل بريمت ديناي، كلمه اسمها ديناي مرفوض غير مسموح، ديناي دي يعني مرفوض. خلاص ديناي دي مرفوض، انا مثلا هقول مرفوض للرقم الفلان، مرفوض للرقم العلان، ايه اللي هيحصل؟ كانك كده عملت العكس، عملت العكس كده، اديت للراجل البواب اللي هنا ده قلت له خد القائمه دي اللي اسمهم مكتوب هنا هم اللي ممنوعين ان هم يدخلوا، لو انت عديت للراجل البواب قلت له الارقام اللي هنا دي ممنوع ان هي تدخل، ايه اللي هيحصل؟ اي حد جاي، ما هو العكس بقى، اي حد جاي هيقول له انا اسمه فلان الفلاني، هيبص كده في القائمه هيلاقي اسمه، اسمه مش مكتوب، ودول قائمه الممنوعين مكتوب ديناي ممنوع، ايه اللي هيحصل؟ اقول له اتفضل عدي. يعني الموضوع معتمد على كلمه اسمها بيرميت وديناي، بيرميت يعني مسموح، تكتب كلمة access list، تكتب كده الأمر access list زي ما هو مكتوب كده access list، طبعا هو هنا عامل تركيبة بس هو الأمر اللي بيكتب صح، سيبك من كلمة standard لو عايز تكتبه مرة واحدة بس، تكتب access بدل الاي بي، تكتب access انت واقف على المنفذ access list بيرميت وراها، تكتب الأمر الرقم بيرميت الرقم المسموح له، لو عايز deny تشيل بيرميت دي تكتب deny، deny الرقم كذا، access list deny كذا، deny كذا، ده مش مسموح له. لو انت عايز مش مسموح واحد مثلا مش مسموح او اتنين والباقيين مسموح له، يبقى ده لو عايز واحد بس اللي تسمح له او اتنين تسمح له والباقيين مش مرفوضين، تكتب بريمت وارقام. النوع اللي انا عمال اقوله ده شباب بيسموه ستاندرد، النوع الستاندرد او المعياري او القياسي او العادي، والنوع ده ركزوا معايا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان انت بتدي الامر او التعليمات خلاص ان هو يتمنع نهائيا، الجهاز يتمنع نهائيا من الدخول، يعني ايه نهائيا؟ هتفهموا دلوقتي لما اقول النوع التاني، بس الستاندرد ده كده. واحد يقول لي طب معلش يعني انا دلوقتي افرض انا مثلا عندي 3 شبكات، يعني هشرحها لكم بشكل بسيط كده، عندي 3 شبكات زي كده، بصوا ده راوتر مربوط بثلاث حاجات، اعتبروا دول 3 شبكات بحاله، شبكة وشبكة وشبكة، هذا الراوتر. أنا دلوقتي بقول له عملت على الراوتر ده المنفذ ده، قلت له الأمر اللي أنا بقول عليه access list، خلاص access list خلاص،
قلت له ده مثلا بيرميت، بيرميت يبقى مسموح له يعدي، واي حد غير الرقم بتاعه. طب لو انا عملت له دوناي، عملت دوناي خلاص هيتمنع ان هو يعدي اصلا. واحد يقول لي طب افرض معلش انا عندي بقى راوتر فيه شبكه وشبكه ممكن واحده رابعه، والكمبيوتر ده او الاجهزه اللي هنا مثلا انا عايزها امنعها، امنعها انها تتصل بس، ركز معايا، تتصل بس خلاص عايزاها كده اهو. عندي مثلا اهو راوتر، اهو راوتر اهو، والراوتر ده متوصل بشبكه هنا، والراوتر ده متوصل بشبكه هنا، والراوتر ده انا دلوقتي لو قلت مثلا على الراوتر ده في المنفذ اللي هنا ده، كتبت اكسس ليست خلاص، وكتبت الاي بي بتاع بتاع مثلا ده، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيتمنع، هيتمنع نهائيا ان هو يعدي اصلا. لكن انا بقى عايز، لا انا عايز اعمل الامر، بس الفكره كلها ان هو مثلا ما يشوفش، يعني الاجهزه اللي هنا دي مثلا دي ما تشوفش خلاص الشبكه اللي هنا بس، ما تشوفش دي بس، او مثلا ما تشوفش اللي في الراوتر ده كله وتشوف اللي متصله معاه في نفس الراوتر. تعمل ايه؟ اه حضرتك لو عايز تعمل كده يبقى تشوف المنفذ. احنا برضو ما تغيرناش من النوع، النوع هو هو اكسس ليست ستاندرد، النوع اللي انا بقوله ده الستاندرد لكل ما بشرحه ده اسمه ستاندرد، المعيار العادي اللي هو بتكتب بيرميت او ديناي ورقم الاي بي، لكن وبيمنع كله، يعني يمنع دخوله بالكامل، لا اما يسمح دخوله بالكامل، يعني ايه هتفهمها بعد شويه، بس كل اللي انا بقوله ده ستاندرد طبيعي. لكن اللعبه كلها ان انت زي ما قلت الامر ده وانت بتنفذه لازم تكون واقف على منفذ خلاص من المنافذ، يعني الراوتر وانت بتخش تعمله كونفيجريشن منفذ. انا مثلا عايز دول ما يتصلوش بالراوتر ده كله بالكامل، يعني اللي على الراوتر ده كله بالكامل، اعمل ايه؟ اخش على الراوتر وما اعملش الامر البرميت او الديناي او الحاجه اللي انا عامل لها السماح او عدم السماح في المنفذ ده، اعملها في المنفذ ده. هخش مثلا انا مش عايز اسمح لدول يتصلوا بالراوتر ده اصلا، يعني بالراوتر الشبكات الراوتر دي، اقف على المنفذ ده واقول له اكسس ليست deny واسم الايه او رقم الاي بي بتاع الشبكه اللي هنا او الاجهزه اللي هنا. ايه اللي هيحصل؟ الاجهزه دي لما تيجي تبعت اتصال هتروح للراوتر ده، الراوتر ده ما فيهوش هنا، ما فيش هنا منع، مش عامل منع المنفذ ده، هياخدها هيعديها هنا، لو في شبكه هنا متصله برضه هيعديها هنا، لو في شبكه هنا متصله هيعديها هنا. بس هيجي عند المنفذ ده، المنفذ ده معمول له انا منع، عامل منع للاي بيهات دي، فايه اللي هيحصل؟ مش هيعدي. لو عامل جهاز واحد مثلا من الاجهزه دي ممنوع او مسموح، انا عايزه عايز جهاز مثلا المدير يقدر يخش على دول، لكن بقيه الاجهزه لا، بعمل كده بريميت او ديناي، بريميت مسموح، ديناي يعني مرفوض، او ديناي يعني اللفظ بقى يعني كده. تمام. طيب لو انا بقى عايز مثلا ده بس، يعني دول يتصلوا بده بس، اعمل ايه؟ بكل بساطة هتغير المنفذ، كل ده نوع واحد بس انت بتتحسب المنفذ اللي هتعمل، يعني تشوف بقى المنفذ اللي هتعمل عليه. انا مش عايز دول يتصلوا بدول، يبقى اعمل الامر، ركزوا، اعمل الامر على المنفذ بتاع الراوتر ده هنا، اقول له ديناي او ديناي يعني كان او بيرميت حسب ما انا اسمح لارقام الايبات اللي هنا او رقم اي بي جهاز من هنا. اللي هيحصل هيعدي ويروح الراوتر ده ويروح الراوتر ده، وممكن يروح الراوتر ده والراوتر ده يوديها لدول وعادي واتصال شغال، بس هنا مقفول مش هيخش هنا، الممنوع من هنا هيمنع من هنا، المسموح له هو بس. كل ده الستاندرد، الستاندرد هو كده منع كامل او سماح كامل. لكن الاكستندد لا، اكستندد كالاتي، extended الامر الاكستندد بيبقى شكله كده يا شباب، بيبقى ركزوا معايا هقولها لكم ببساطه، دي مثلا هشرحها لكم سريعا عشان تفهموها لحد بكره، يعني المره المحاضره الجايه هنتكلم عليهم تاني بس هنزود حاجه عليهم كمان. الاكستندد يعني انا مثلا عايز الجهاز ده، ركزوا معايا بقى، الجهاز ده السيرفرات دي سيرفرات انترنت يعني شبكه، يعني خدوا بالكم ايه يعني سيرفر انترنت، يعني المواقع اللي انت بتخش عليها، موقع اليوتيوب، موقع الشات، موقع الحاجات دي، او البرامج، برامج الشات اللي على الجهاز، الحاجات دي، الحاجات دي كلها بتبقى على سيرفر او على كمبيوتر او على حاجه. انا مش عايز الجهاز ده او الجهاز ده خلاص يخشوا يعملوا داونلود بس،
لا مش مسموح لهم يعملوا داونلود، او مش مسموح لهم يعملوا ابلود رفع، او مش مسموح لهم يشيتوا، او مش مسموح لهم يبعتوا ايميل. ايه ده؟ يتصلوا اه بس مش مسموح لهم يعملوا كده في السيرفرات اللي هنا دي، يعني اجهزه معينه. اه ده يتعمل ازاي؟ تيجي على المنفذ الرئيسي او اي منفذ اللي انت عايز تمنع السيرفرات بتاعته بس او الرئيسي، وتعمل امر الاكستندد برضه نفس حسب المنفذ. الاكستندد، الاكستندد ده بتكتب الامر اكسس ليست زي ما هو شفتيه بتاع اللي فات، بدل ما ادور عليه بس هشوفه لكم. اه اكسس ليست ستاندرد نفس الكلام اكسس ليست، بس بتكتب البروتوكول. بروتوكول يعني ايه البروتوكول؟ البروتوكول اللي هيتنفذ. مش فاهم عليكم امر مش تفهموا. اه كده تكتب مثلا deny access list deny او deny، وتكتب تي سي بي ايه ده، وتكتب الاي بي بتاع الجهاز اللي انت عايز تمنعه، وفي اخر الامر بتكتب حاجه اسمها اي كيو ورقم. اي كيو ورقم، اي كيو دي معناها خدوا بالكم التي سي بي اللي في الاول دي معناها ان الامر ده امر extended، والاي كيو دي معناها برضو الامر ده extended. نوع extended يعني ايه بقى؟ مش فاهم extended ده معناها ان زي ما قلت من شويه كده حضرتك الجهاز الفلاني، الجهاز الفلاني ده خلاص انا عايزه يعدي ويروح الشبكه اللي هناك. حلو، السيرفر ده سيرفر الانترنت مثلا، هو متصل بسيرفر الانترنت، بس لما يعدي الجهاز ده لما يتسمح له يعدي يعمل اي حاجه غير البروتوكول اللي انا كاتبه. مش فاهم. ما الرقم ده انتوا طبعا كلكم درستوا دي معايا، في حاجه اسمها ارقام البروتوكولات، ارقام المنافذ اتش تي تي بي 80 اتش تي بي اس 404 43، البورتات او المنافذ بتاعه البروتوكولات. والبروتوكولات دي قلنا وظيفتها ايه؟ بروتوكولات البرامج، كل بروتوكول بيشغل البرنامج. يعني البرامج البروتوكول اتش تي بي ده بتاع المتصفحات، لو انت عايز تخش على الانترنت او تتالف في صفحات الانترنت بتفتح برنامج متصفح، كل برامج المتصفح شغاله بروتوكول اسمه اتش تي تي بي. لو انت حضرتك عايز تعمل داونلود، كل برامج الداونلود اللي على الجهاز بتاعتك شغاله ببروتوكول اسمه اف تي تي بي، اف تي بي، اف تي بي. يعني كل برنامج ليه بروتوكول، شرحناها في درس البروتوكولات. البروتوكولات دي ليها ارقام، ليها ارقام منافذ ال HTTP وال HTTPS. ال HTTPS 443 443، HTTP بس 80 مثلا، او التيل نت اللي هو التحكم عن بعد رقمه 24، ال FTP رقمه مش فاكر كام، حاجه 20 برضو 21 او كده. الفكره ان انت لما بتيجي تعمل اكستندد بتكتب منع برنامج، انا الجهاز ده مش عايز، انا عايز كل الاجهزه تخش على هناك وتقدر تعمل يعني تعمل داونلود من النت، لو تعدي الراوتر وتعمل داونلود من النت او تبعت ايميلات او اي حاجه من الحاجات دي. ده لا، حاجه معينه ما يعملش داونلود، يعني حاجه معينه برنامج معين ما اعرفش يشغله فيعمل ايه. فتكتب في الامر اهو، خلاص تكتب في الامر اكستندد سوري ثانيه واحده مش عارف اجيب من الشاشه. تكتب في الامر اهو، تكتب في الامر كده ايكوال في الاخر اي كيو دي خلاص. ايه ده؟ معناها ده طبعا المنفذ او البورت بتاع الاتش تي تي بي كده. انا عامل له منع مثلا، اللي انا بعمله ده عامل له منع، الجهاز ده عامل له منع ان هو يتصفح انترنت، يخش على الشبكه ويتصل بيها بس ما يتصفحش انترنت، ما يقلبش صفحات الانترنت بتاعتها. او مثلا عامل له مثلا تيل نت اهو، تكتب مش بالام، تكتب بالاسم بالرقم او تيل نت اف تي بي. اف تي بي يعني داونلود، انا مش مسموح له انه يعمل داونلود، انا همنعه انه يعمل داونلود. اه يعني الاكستندد ده بيمنع، بس مش بيمنع منع كامل، بيمنع حاجه معينه، بيمنعه مثلا انه يعمل حاجه معينه، يعمل داونلود، يعمل شات، يعمل بس يعني مسموح له انه يعمل حاجه. ده الفرق بين الاكستند ستاندرد والاكستند. خلاص ستاندرد
والاكستندد. تمام يا شباب؟ طيب هنوقف لحد كده وهنكمل شرح ال... يعني هنشرح حاجه زي ده كمان في حوار القوانين دي اكتر مع عدد الكلام ده، لان عارف الناس مع عادته يعني. المره الجايه ان شاء الله نوقف.